أصبح وجود نترات الأمونيوم بمثابة البصمة التي عادة ما يجمعها المحققون في الحوادث والتفجيرات، والبصمة هنا تعود لحزب الله المتهم بتخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم والتي أدت لانفجار مرفأ بيروت، وهي بصمة تم رصدها أيضا في هجمات حدثت حول العالم. في بلغاريا وبعد 8 سنوات من تفجير انتحاري تم باستخدام مادة نترات الأمونيوم، استهدف حافلة سياحية في مطار بورغاس أودى بحياة سائق بلغاري و5 سياح إسرائيليين. حكم بالسجن المؤبد على شخصين متورطين بالتفجير غيابيا، وهما عنصرا حزب الله، الأول الأسترالي حسين غسان حسين الملقب بميلاد فرح، والثاني الكندي حسن الحاج حسن. تقارير أوضحت أن التحقيق الذي أجرته الحكومة البلغارية يورد أدلة قاطعة على أن وحدة الأمن الخارجية التابعة لحزب الله قدمت الدعم اللوجستي والمالي للمتورطين بالتفجير. وبحسب المحققين فإن المواد المستخدمة في الهجوم ارتبطت بقنابل خزنتها ميليشيات حزب الله في قبرص، وكان مكونها الأساسي نترات الأمونيوم، وهي أيضا نفس المواد التي استخدمتها الميليشيات في تفجير عام 1994 في الأرجنتين، والذي أودى بحياة 85 فردا. في صوفيا دان القضاء البلغاري عنصري حزب الله، فيما لم يظهر إن كانت هذه الإدانة والحكم سيدفعان الدول الأوروبية إلى توحيد موقفها بوضع حزب الله على قائمة الإرهاب بشقيه السياسي والعسكري.